المشهد المرتبك في ليبيا أصلاً تفاقمه الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين المجموعات المسلحة في خرق لهدنة وقف إطلاق النار التي نجحت الأمم المتحدة في إقرارها في الرابع من أيلول سبتمبر الحالي، وقد راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، ما دفع إلى إغلاق مطار معيطيقة وتحويل رحلاته إلى مصراتة بعد تعرضه لإطلاق صواريخ في تظهير لمدى هشاشة الوضع الليبي. تم إحالة رحلات مطار ميتيقا إلى مطار مصراتة الدولي، ومطار مصراتة طبعا غير قادر على استيعاب هذا العدد من الرحلات، يعني وصل عدد الرحلات ما يقارب عليه 30 إلى 40 رحلة يوميا ما بين ذهاب وعودة، أي ما يقارب عليه 6000 راكب يوميا. وجينا هنا ومطار هو صراحة دولي ولكن ما يستقبلش بالكميات هذه العالية، كبيرة جدا، ضغوطات انتظار ساعات طويلة. المعارك بين الجماعات المتناحرة استمرت في العاصمة وخصوصا في حي صلاح الدين وعلى الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي الذي دمر عام 2014 في معارك مماثلة. وفي ظل تبادل الاتهامات عن الجهة المتسببة بخرق الهدنة، نفى قائد الجيش الليبي الوطني المشير خليفة حفتر وجود أي علاقة للقيادة العامة للجيش بالاشتباكات الدائرة في طرابلس، مؤكدا أن قواته ستتحرك في الوقت المناسب. ورأى حفتر أن دخول الجيش إلى طرابلس سيثلج صدور الجميع، مؤكدا أن الجيش بات يسيطر على معظم مناطق البلاد. فخور الرهانات الخاطئة الذي يبدو أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقعت فيه دفعتها إلى دعوة الجماعات المسلحة ولا سيما قوات لواء الصمود التي يقودها صلاح بادي وتلك التي يقودها عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة إلى وقف جميع أعمال العنف فورا، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الإنساني وأنه يمثل جريمة حرب. تلك التحذيرات أثارت استغراب لواء الصمود الذي أكد التزامه التهدئة واتهم الأمم المتحدة بالتحيز.